يمتد تاريخ صناعة الفخار في منطقة النشم بمديرية المعافر في ريف محافظة تعز إلى عهود مضت، وكغيره من المنتوجات المحلية غدا الفخار مهددا بالاندثار بسبب تدفق الصناعات الحديثة البديلة. لكن ورغم أن التفرغ اليوم لمهنة كهذه لا يفيء بالمتطلبات الضرورية للحياة، إلا أن البعض لا يزال متمسكا بها رغم كل المنغصات. حتى الاواني حق اللي نقول له هذا البغات، الحين نقول له كنا نقول له زمان الدوله، لما تعمل اللحمه او الدقاق بداخل الدوله هذه يطلع المرق من هنا، واللحمه تطلع عليه ثاني على الحديد والبلاستيك، يطلع عليه الطعم حقه يعني لذيذ جدا. يعني الان يعني تعمل حاجه بالبلاستيك ولا بالحديد ما لهش طعم زي ما الاول. ورثت الخمسينية نعيمة علي صناعة الفخار من الآباء والأجداد، حيث تجلب مادة الطين وتقوم بمزجها وتشكيلها صانعة منها الأواني الفخارية وصناعات مختلفة، حيث تقضي ساعات متواصلة بالعمل في مهنة تمثل أحد مصادر دخلها المهمة. عندي سلال وعندي سلال وخننه وبلغته شنو مرقفة الحصان حق التراب، وبعدها من الأسرون ثاني متعرفين فوق القونية السبوء دعستو ما تحسب إن هناك. يجري ترويج وتسويق المنتجات الفخارية في أسواق شعبية ريفية في تعز، وأيضا في أسواق شعبية داخل مركز المحافظة. وتتنوع تلك الصناعات، فمنها التنور وفناجين القهوة وبعض أواني الطهي والطبخ وجرار المياه التي تحفظ الماء باردا لمدة طويلة. نقول بأن المعافر تعتبر منطقة مهمة جدا ومركز لصناعة الفخاريات التي لا زالت قائمة حتى يومنا هذا، ولا زالت في الأسواق موجودة. بإمكانكم تشوفوها في سوق النشمة، في سوق الأحد، في مناطق كثيرة. لكن أقول إنه المرأة لعبت دور أيضا في هذا الجانب، وكان معظم اللي يشتغلين بهذا العمل هن طبعا النساء. وفي معانا طبعا مسألة الموفة اللي هي الخبز، هذه كلها من الفخاريات لا زالت حتى اليوم تستخدم، وهي من أفضل أنواع الموافي المستخدمة لصناعة الخبز البلدي والمشهور. بالكاد يكافح صانعو الفخاريات في إعطاء نفس حي لهذه المهنة التي تنحسر يوما بعد آخر بفعل تدفق المواد والمنتجات البديلة التي تغرق الأسواق، لكن يبقى لها حضور ونكهة خاصة مهما تقدمت في العمر. إبراهيم سعيد، قناة بلقيس، تعز.